اهلا وسهلا من جديد بكل المستمعين والمشاهدين اينما تكونوا. يعني اليوم نحن بنسعد انه حنتذكر حقبة تاريخية مهمة والبجراوية والحضارة السودانية الكبيرة. نحن في وطن كبير، وطن متنوع وقادر أيضا على بناء أنه يكون دولة سياحية كبيرة وعظيمة. في كثير من الدول المجاورة والغير مجاورة أصبحت الآن بتعتمد بشكل كبير على اقتصادها في السياحة، فالسودان عنده كل المقومات اللي من خلالها هو قادر أنه هو يكون دولة سياحية كبيرة ومهمة. بالإضافة أنه نحن بنفتح هذا الصندوق لنحاول سويا أنه نتناقش ونناقش في اليوم العالمي للسياحة، ونستعرض أيضا الحضارة السودانية العظيمة اللي لها آلاف السنوات العديدة. حتنضم إلينا عبر الهاتف أستاذة هادية سيد أحمد، مركز دراسات وأبحاث الآثار والتراث بجامعة وادي النيل. السلام عليكم، صباح الخير. عليكم السلام، صباح النور. أهلا بك. يعني بداية أنه أنا عايزة أعرف أنه خصوصية المركز ودراسة أبحاث الآثار في اليوم العالمي وأهمية الدراسات حول الآثار السودانية. طيب، مركز دراسات وأبحاث الآثار جامعة وادي النيل، وهو طبعا تم إنشاؤه 2004. يهتم بالتنقيب عن الآثار والمساحات الأثرية في ولاية نهر النيل، بالإضافة إلى التدريب وتأهيل الطلاب. المركز ذاته فيه عدة أقسام، عندنا الباحثين، وعندنا برضو متحف مصاحب للمركز، وعندنا قسم بتاع سياحة اللي هو بيهتم بالسياحة في الولاية، يعني إنه يعمل دراسات ومسوحات للمواقع السياحية، يعني تتعمل خالص السياحية للولاية. طيب الدخل يضيب. طيب أنا أسألك عن، ذكرت لي المتحف، طيب نعم. شنو موجود في المتحف وكيفية القدرة على استقطاب السياح للمنطقة؟ طبعا المتاحف في السودان هي جزء أصيل من السياحة، باعتبار أنه المتاحف بتضم لنا كل الحقبة التاريخية الموجودة في السودان وفي ولاية نهر النيل، خصوصا يمكن متحف وادي النيل، متحف مصقر أو نموذج متحف مصقر. الغرض منه أول حاجة تسهيل دراسات للطلاب والباحثين. يضم أو يحتوي المتحف على كل الحقبة التاريخية الموجودة في السودان أو التصفر الحضاري للسودان منذ العصور الحجرية وحتى الفترات الإسلامية. بتسلسل حسب يعني في المدخل يعني واضعين إنه التصفر الحضاري منذ البداية اللي هو في العصور الحجرية وتختتم بالعصور الإسلامية، بالإضافة لصالة تخص التراث. عارفة لما تتكلمي لي عن الحضارة السودانية والبجراوية والإهرامات، بحس بقدر شنو أنا فخورة بإني أنا سودانية، إنه أنا ابنة هذا الوطن الحبيب ذات التاريخ الكبير والعظيم والكبير جدا. نعم، يمكن الآثار هي مصدر فخر كل سوداني وسودانية، باعتبار إنها هي تأصيل إنها هي بنموذج للتعريف بالحضارة السودانية وأصالة الشعب السوداني. وإنه طبعا أنت هسه لو شفتي في ثورة ديسمبر المجيدة كل الناس رجعت للأصول بتاعتها اللي هو كان شعار الكنداكات، أحد الشعارات. صحيح. نعم صحيح. طيب دب خليني كمان أدخل معك في تفاصيل أكثر، إنه اليوم العالمي للسياحة نحن محتاجين شنو عشان نحن نكون الدولة الأولى، وقادرين إن إحنا نكون الدولة الأولى سياحيا لمقومات السودان الكبيرة والمهمة جدا. نعم. نعم. تاريخيا يعني. نعم، يلا أنا بقول يعني بكل فخر وإعزاز إن السودان حباه، يعني بالذات ولاية نهر النيل، بمختلف المقومات السياحية اللي نحن مفترض يعني نستغلها استغلال تام. يعني نحن عندنا المواقع السياحية، عندنا نهر النيل، عندنا الشلالات اللي هو شلال السبلوقة وشلال الخامس في منطقة بربر،
يمكن كلها مناطق جذب سياحي بالإضافة للسياحة الحياة البرية بالإضافة للسياحة الدينية، دي كلها مصدر لتوظيف السياحة في ولاية نهر النيل. لكن يعني يمكن في بعض العقبات أو الأشياء الصغيرة اللي الناس ممكن. شنو العقبات والأشياء الصغيرة اللي ممكن نتحدث عنها؟ طبعا أول حاجة يعني للأسف الشديد يعني إحنا في خطة السياحة دائما يعني في لما نعمل خطة سياحية لمواقع سياحية بيحصل إخفاق في بعض الأشياء اللي هي ممكن تكون يعني حاجات أساسية للسائح، لكن إحنا بنخفق ليها لأنه يمكن الإمكانيات جزء منها. صحيح. الحاجة الثانية بعض المعوقات اللي بتلاقي برضو منفذين لهذه المشاريع. فنحن يعني في بعض المواقع نحتاج لانه يكون فرص للطرق يكون في شوارع مصفوفه حتى المواقع الاثريه، لانه وعوره الطريق دائما بتشكل عائق للحابين يمشي يزوروا المواقع السياحيه، بالاضافه لانه في مناطق لا توجد فيها شبكه هاتف سيار، ودي برضه بتكون عائق لانه يعني الناس لو عاوز تتواصل معهم بعد مرات بتكون الشبكه مقطوعه، وبيكون ممكن هم في يعني لحظات حرجه محتاجين انه ينقذوهم او يكون عندهم حاجه مثلا عاوزين استغاثه ولا حاجه زي دي. فبالتالي انه اهم حاجه توفير كل الخدمات وسبل السبل يعني اللي بتخلي السائح انه يكون لما يصل المناطق دي يكون راضي تماما عن السياحه في ولايه نهر النيل وفي السودان عموما. طيب الحفاظ على الآثار السودانية، نحن كل يوم بنكتشف منطقة جديدة، بنكتشف آثار جديدة، شنو يعني دايرك تكلم الناس عن إنه أهمية الحفاظ على الآثار السودانية، وهي في نهاية جزء من تاريخنا وجزء من أصالتنا وإعزاز فخرنا بنفسنا بالتأكيد. نعم، يمكن الحفاظ على الآثار بالإضافة لأنه هو مسؤولية الإدارة العامة للسياحة والآثار، مسؤولية كل فرد سوداني موجود في السودان، مسؤولية كل الأفراد الشرطية والأمنية والقضائية، وكل زول يعني في السودان أو إنسان في السودان عنده حب وغيرة لوطنه. فبالتالي نحن يعني إنه كل المجتمع السوداني وكل القاطنين على أو القاطنين بالقرب من المواقع الأثرية يعني حابين إنهم يشركوا أو يشتركوا معنا في حماية المواقع الأثرية، لأنه بالجد يعني في السنوات الأخيرة ظهرت فيها كمية بتاعة تهديد وكمية بتاعة سرقات. فنرجو من الجميع كل سوداني وكل فرد له يعني حب للسودان وحب للهوية بتاعته هي طبعا الآثار دي هي مصدر فخرنا جميعا. صح. ومصدر إلهامنا في التاريخ. فنحن لو فقدنا أي جزء من هذه الأشياء بيعمل لنا خلل في التسلسل الحضاري بتاع السودان. لذلك يعني نحن لازم نتكاتف جميعا شيبا وشبابا وقوات شرطية وأثاليين وكل من له سلطة للحفاظ على هذه المواقع السياحية، وخصوصا أنه نحن الأيام الفاتت دي يعني عندنا مواقع كثيرة اتهددت بسبب التنقيب العشوائي عن الذهب، ويمكن نحن هسه في دراسات أو في طور أنه نجد حلول لهذه المشاكل. برضو حنشر فيها برضو الناس اللي بيشتغلوا في المواقع التنظيف، لأنهم بكل يعني تأكيد إنه هم يعني ما عندهم وعي بأهمية الآثار، ما عندهم وعي بأنه هو جزء أصيل من المواقع الأثرية دي هي جزء أصيل من السودان ومن تاريخ السودان. لذلك يجب أن تكون هنالك حملة مشتركة ما بين الهيئة القومية للآثار والمتاحف وكل القوات الشرطية لمواقع التنظيف لبث الوعي والفهم للمنقبين الموجودين في هذه المواقع ليحتاج يحافظوا على هذه المواقع. صح. بإختار يعني الحاجة الوحيدة اللي هم ممكن يعملوها شنو؟ إنه لما يحس بأنه في موقع أثري إنه بس يعمل تلاقي لأقرب يعني مسؤول بتاع أثر موجود في المنطقة، وبالتالي كل الناس حتى هم متفزع لهذه المنطقة
وتشوف الموضوع وتحاول بقدر الإمكان إنه تحافظ على هذا الموضع. يعني يمكن إحنا في 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 دراساتنا تحت الآثار عندنا بعد التنقيبات بنقولها التنقيب لحماية المواقع الأثرية أو التنقيب، يعني إنه عشان أنا أقدر أحمي الموقع ده أقوم أنقبه ويعني أطلع منه كل المحصولات الموجودة أو اللغة الأثرية الموجودة، بالتالي بكون أنا حافظت على اللغة الأثرية الموجودة حقتي وأسجل الموقع الأثري في الخطة تحت الآثار في الولاية أو في السودان. صح صح، أنا شكرا لك أستاذة هادية سيد أحمد، مركز دراسات وأبحاث الآثار والتراث جامعة وادي النيل. أفتكر أنه هي كانت الرسالة واضحة بشكل كبير، أنه نحن لازم نحافظ على الآثار السودانية، هي في نهاية بتعبر عننا، هي جزء مننا. أنا لما تكلمت الصباح قلت الليلة هي شراكة في حب الوطن، وحقيقة تاريخنا وحضارتنا هي جزء مننا وجزء فينا، لازم نحافظ عليها بشكل كبير. لازم نحاول أنه بقدر الإمكان نحن نساهم كأفراد، ما بس يعني نقول مبادرات خاصة ولا مثلا نقول أنه جهات حكومية معينة، كلنا سويا نتوحد من أجل أنه يكون السودان دائما هو بلد السياحة الأول وقادرين على ذلك.